مايا خبرينا، عم نشوف كلنا على الانستغرام مايا بطريقه غريبه وعم بقولوا مايا طقشش الحياه، كل يوم نشوفك بمايو، يوم نشوفك عم تعمل سبور مبينه ما فاتنك، شو ردك على هذا الحكي؟ لانه بعد شهرين انطروني ببطوله العالم، عم حضر لبطولتين وان شاء الله نحقق نتائج جديده وحلوه للبنان، لانه رح كون اول لبنانيه عم شارك بهيك كومبيتيشنز، سو انا عم حضر لشيء كثير حلو. لك هلا انت قلتي عم بتحضري، بس نحن عم نشوفك عم تعرضي ما فاتنك، خبرينا كيف يعني كيف عم بالتحضير عم بصير؟ لما الواحد سنتين بيقعد ما بياكل شوكولا وتشيبس ومقالي وبيتغير جسمه، بخف الفات بجسمه، بشوف قصص جديده. انا هلا يعني باحلى شيب بحياتي، وانا يعني بتمنى لو كان شكلي هيك بالعشرينات شو كنت عملت. سو بتكون المراه اكيد فخوره بحالها، يعني انا بشتغل بركض حفلات بلحق على كل شيء، ودائما بحمس كل الانستغرامرز وبحمسك لما تحضريني انه احضروا اعملوا سبور كلوا هيلثي. فشاركت قررت شارك بهيدي البطولة وتحديت حالي، لأنه بسنتين عادة ولا حدا بيقدر يتجهز، فهيدي البطولة الأولى رح تكون بأستريا والثانية بميامي، شيء كتير حلو لإلي وشيء بتحملي يعني بتحملي أتقال، خبرينا شو البطولة؟ سيربرايز بس شيء خاصه بالكمال أجسام، أول لبنانية رح كون عم شارك بيوروب مو بأمريكا، وكمان رح كون عم برقص هيك ببارت صغير، وأنا بتعرفي شو حسيت انه كثير بحب اطلع بتحديات ستار اكاديمي دانسينج وذ ستارز، وهلا هيدي البطوله، وقبل بحت بطوله ميامي باللاتين دانس، وبدي اشكر ماي بيبي سي اي كي شرب الابو خطا، لانه هو اللي كان عم بيحضرني وعم بيرافقني لهلا، وهو لاخر سبع اجماع اصعب اوقات، يعني هلا كنا بالاحتفال ما عم ناكل ما عم نخبص عم نركز، لانه كله بيتعلق بكل جرام عم تفوتيه بجسمك. هلا انت بتنامي بالعشاء؟ يعني هلا كنتي بعشاء ما اكلتي؟ لا انا اكلت كل شيء، بس انه بيجي بعمل كنترول، بتعرفي انت بحطوا قدامك القصص الطيبه بالسهرات وهيك، فعم نجرب نكون هيك فيري فوكس، لانه هيدا الشيء كثير صعب صار لي سنتين عم حضر له، وان شاء الله حقق نتائج كثير حلوه وابسطكم، واجي على لبنان باخبار حلوه اكيد ومش بشعه. مايا بنشوف الشاب اكثر شيء بينبسط بحاله ببين السكس باك تبعه. صح. طبعا نشوفك انت عم تبيني، خبرينا وين انوثتك؟ بينت. بتعرفي شو هن السكس باكس؟ انه منا مرجله، بس هي اكثر انه كثير صعبه وما حدا بيقدر يعملها، من خاصه بالعالم العربي، لانه نحن كلنا اكلنا بدسم وكثير طيب وهيك، سو انا عم بفرجي كل مره انه فيكم تاكلوا اكل هيلثي، ولما تاكلوا من سي اي كيتشن، لانه بسي اي كيتشن بناكل التبوله الكبه كل شيء، بس كل شيء هيلثي، وفيكم تعملوا سكس باكس وفيكم تبينون ما تبينون، لانه السكس باكس هي طريقه كيف تبين العضل. هلا عم بتعلم كل شيء خاصه بالبوزينج، كيف توقفي، كيف تشد العضل، كيف ترخي العضل، فالانوثه هي بتبقى وهي كاركتر، الانوثه منا بالعضلات، فيها المره تكون فول اوف ماسلز بس فت، ونفس الشيء تكون عندها كاركتر انوثه. مايا بيزعجك شيء بس اشخاص تسمعيهم عم بيقولوا انه مايا ما نجحت بالفن، عم تجرب تلاقي شيء طريق ثاني لتبين فيه، هلا عم تجرب مثلا بالبيكيني او تعمل سبور او شيء على الانستا لتجيب متابعين اكثر لانه ما نجحت بالفن؟ ليكي النجاح بالحكي فاضي وكل حدا في يحكي قد ما بده، بس انه بالنهايه الانسان لما يكون حاطط جولز وبلانز وعم يشتغل عليها هيدا الشيء بخليه موتيفيتد ومحمس. يعني انا هلا خلصت تصوير غنيتي وكليبي، وبالعكس عندي كثير مشاريع حلوه هالسنه، كانت فل اوف حفلات، يعني كان عندي مع رامي عياش مع نجوى كرم مع راس السنه، نحن ما سمعنا فيهم. هو بتعرفي ليه؟ يمكن لانه انا حق علي ما كثير حطيتهم، بعتهم للصحافه اكثر ما حطيتهم عندي بس على الانستغرام، يعني انا عندي تقريبا 306 الف فولوور، فتوقعت انه توصل للكل. قالوا لي يمكن مش كلهم ريل، مش كلهم ريل يشوفوا على الصور ويكونوا اكتف، بس انه حطيت صور وستوريز كيف كان باك ستيج، ومن بعدها بشهرين رحت على قطر كان عندي حفله، يعني عم يكون عندي كثير مشاريع لدرجه انه ما عم بفضى، وعندي مدرستين رقص، صار عندنا 250 بكل مدرسه بالحزميه وسور، كان عندنا حفله المدارس وعندي هلا البطوله، فحياتي كلها فول اوف اكشن، ما عم لحق انزل، بس عم اقول لك الخير لقدام وفي كثير بروجكتس حلوه، وان شاء الله بعد جمعتين تسمع غنية كثير حلوه. هلا ما تخلينا نزيح عن الموضوع، خبرينا الغنية شو اسمها ومين تعملتها هيدي المره؟ رح خبرك شغله انه لون جديد مصري وبس، بس اكيد الكليب رح تشوفوني بشيء جديد، اكيد عم برقص عم غني، تلاميذي معي بماي سكول اوف ارت، عم تشوفوا الوان، لانه انا هيك انا بحس حالي رينبو قوس قزح، وبالحياه حياتي كلها رينبو.
مايا، سؤالنا الأخير، شو بتردي على الأشخاص؟ شو الرسالة بتحب توجهيها بالأحلى للأشخاص اللي بيقولوا إنه مايا مش موجودة على الساحة الفنية؟ شو بتحب تقولي لهم؟ مايا موجودة ولن تغيب. Follow me at my_nami وشوفوا كل حياتي على السوشيال ميديا والستوريز. I love you so much.